الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. أما بعد فعلم النصيحة خير من القصر. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضي الله عنا إلى على العدة. ننتقل إلى الآية التالية خبر الصبر. لا مجنون ولا دينار. دفع دفع. أنت ما نقص الله ولا نفتح ملا. مع الناس شايف فأنا الغسان. بل الحرب والعزوية بكل اليمان لنا. شافوا الآية في سبيها. أشيحوا من باب الأمن فتوى الحشب الأمن. من دفق ركلت كل ركلة من سورة النصر. علي تمس الجبال كل ركلة عبدالله. أم يقولون ساحر نتربص بيرد المهن. هؤلاء خلق عالية تحت. يا منسكي يا أخم يا بني المؤمن الصغير هؤلاء ساعدكم الرب نائم رب يبرح على تبعيتكم الشيطان ويسمي الجبل انتم لا عقلكم تستعدون به الى حقيقة الاله والى الرأي والسادة بوحدانيتي ام يقولون الشاعر تربص به ريب المنون انك انت كان يا سلام شاعر استاذ عرفت عليه الشاعر دي ما يتلقى لو نقصد فكرة فكرة هي في النبي عليه الصلاة والسلام كان بتاع الصدام خاصة بالمحترم الاحسن تنين لك تنين داري وقع الشاعر لك النص على النسل المعتاد سماه القرآن هذا يتهيئ الخبي تاخر القرآن ليس من السنة احد كلام الله سبحانه وتعالى الأحد والقرآن ما هي الكتب التي سبقت والقرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل ولو فوق والقرآن يستحيل أن لا يحفظ من الله ويحاط بالكلام العزيز من لو لحب هذا ينقص عليهم حياته ومعنى ياتي مثل صدقة الرسول عليه الصلاة والسلام هو شعر الغير من كل شيء الغير من الرسول على الرسول عليه الصلاة والسلام أن دائما معه والله معنا الحمد لله تعالى والسلام.